هذا وقد اكتسبت الجزائر بل اكتست بحلة جديدة واستكملت استعداداتها لاستقبال قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركين في قمة لم الشمل. كما أنهت جميع الإجراءات والتحضيرات لاحتضان القمة المرتقبة وسط تطلعات بتعزيز التضامن والتكامل العربي. حركة دؤوبة يشهدها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الذي يحتضن القمة العربية 31 لمجلس جامعة الدول العربية المزمع عقدها في 1 و2 نوفمبر. تعقد القمة العربية في دورتها العادية 31 في ظروف حساسة ودقيقة. نحن نعلم جميعا الظروف التي تمر بها الأمة العربية، الأوضاع في لبنان، الأوضاع في فلسطين، في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا. فالآمال معلقة كثيرا على هذه القمة، وقد سميناها قمة لم الشمل. إن شاء الله ستكون قمة على مستوى القمة، وإن شاء الله ستحقق آمال الجماهير. قمة سخرت لها الجزائر كافة الوسائل اللوجستية والإمكانيات التقنية عالية الدقة، فهي أول قمة رقمية وبدون ورق. ما وجدنا من تسهيلات إعلامية في الحقيقة هي تسهيلات كبيرة وتسهيلات جيدة ورائعة، وهناك تعاون كبير من الأشقاء في الجزائر لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل مهمة عمل الإعلاميين والصحفيين. ما يميز هذه القمة أيضا هي أنها أول قمة عربية رقمية، لذلك التقنية اليوم تحل بديلا عن الورق. نحن نساير التقنية المعاصرة ونحاول في هذه المرة عدم استعمال الأوراق والولوج إلى تقنيات البث التلفزيوني، تقنيات التحرير. كل الأمور تسير بشكل جميل جدا والحمد لله، ونتمنى التوفيق لهذه القمة. وتحضيرا للقمة العربية تزينت شوارع الجزائر العاصمة بالأعلام والورود، وتم تخصيص ساحة مقابلة للمسجد الكبير نصبت فيها مجسمات أهم معالم الدول العربية. خلايا دؤوبة تعمل دون توقف للتحضير لقمة الجزائر، كل شيء هنا سخر من أجل إنجاحها وضمان تغطية إعلامية مميزة. حكيمة دماز، تلفزيون دولة الكويت، الجزائر.